الأطوار مجمع الوطني للنقل البضائع لوجي ترانس نظم أكبر قافلة على مستوى تندوف تحتوي على 28 شاحنة، 25 شاحنة يعني رايحة لدولة موريتانيا، وثلاثة شاحنات رايحة تشارك في المعرض الدولي لدكار في السنغال. دور اللي يلعبوا هذا المعبر في تنمية الاقتصاد، في كذلك يعني تشجيع المبادلات التجارية بيننا وبين كل الدول الإفريقية.